مرحبا أصدقائي، بلتقي أنا وياكم اليوم بتأمل جديد على لسان القديس لوي ماري جينيون دو مونفور، ولكن رح يكون الأخير من عند هالقديس. واخترت اليوم أنهي التأملات بالتالي. بيقول: إذا تفحصنا عن قرب حياة يسوع المسيح لوجدنا أنه أراد أن يبدأ معجزاته بمريم، كما أنه قدس يوحنا في بطن أمه القديسة إليصابات عند سماع صوت مريم، وهذه أعجوبته الأولى والعظمى على صعيد النعمة. وأحال الماء خمرا في عرس قانا نزولا عند طلب مريم، وهذه أولى معجزاته على صعيد الطبيعة. إنه بدأ وتابع معجزاته بواسطة مريم، وسيواصل هذا النهج إلى آخر الدهر بواسطة مريم. إن الله الآب قد جمع المياه كلها وأسماها بحرا، وجمع كل نعمه ودعاها مريم. وهذا الإله العظيم يملك كنزا أو مخزنا غنيا جدا، حيث أودع فيه كل ما هو جميل ورائع ونادر وثمين حتى ابنه الوحيد. وهذا الكنز العظيم ليس هو إلا مريم الذي يدعوه القديسون كنز الله، والذي من ملئه يغتني البشر. وبتمنى هالتأملات من عند القديس لوي ماري جينيون دو مونفور تكون أغنتنا بالنسبة لمريم العذراء، وطبعاً بالنسبة للرب يسوع المسيح، ولعظمة الله الآب وعظمة الروح القدس الثالوث الأقدس، وما فعله مع هذه الابنة المتواضعة، وما يستطيع أن يفعله معنا من خلال مريم العذراء.